حكاية قصتنا اليوم ديال مغربية من واقع مجتمعنا بأحداث خيالية. إنسانة طيبة اللي غادي تشارك معنا الليلة تجربتها مع المس، ومن بعد ما أنها شبه تشافت غادي تخدم في مركز كمساعدة لواحد الراقي، وغادي تحكي لنا على الحالات اللي كانوا كيجيو كيزوروهم من أجل العلاج طبعا، وكيفاش غادي تعاود تتأثر ويصيبها المس من أول وجديد. أحداث حكايتنا اليوم اللي كتحلف صاحبة القصة بلي أنهم كلهم حقيقيين وصدقتها، حيتاش كان بيناتنا واحد الأخذ وعطاء وأسئلة. فما تمشيو فين وبقوا باش أنكم تشوفوا الحلقة كلها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية. قبل كل شيء بغيت نقول لكم عيدكم مبارك سعيد وعواشركم مباركة سعيدة. فإذا كنت جديد على القناة مرحبا بك وشرفتينا، وإذا انت ولد الدار فالدار دار، فما كرهتكمش أنكم تهلاو فيا بالضغط على زر الإعجاب وتشغلوا الجرس باش أنكم تكونوا من الأشخاص الأوائل اللي كيتوصلوا بالحلقة الجديدة. وخليوني ما نكترش عليكم أكثر ويلا نبداو في حلقتنا الليلة حيت شوية مجبدة. لنبدأ. صاحبة القصة غادي تختار كاسم مستعار فاطمة الزهراء. كتقول انا فاطمة الزهراء كنتمي لواحد العائلة صغيرة وعايشين في واحد الفيلاج. با كان ملتزم بزاف وملتحي ومتبع الدين مزيان، كان حريص باش انه يعلمنا الصلاة ويعلمنا حتى القرآن. ديما كان كيجمعنا وكيدوي لينا في الاحاديث اولا كنناقشوهم وكنقراو القرآن. المهم هكا تربينا وهكا كبرنا، واخا كانت العيشة بسيطة ولكن الحمد لله كنا مزيانين. غادي نوصل في واحد الفترة من العمر ديال 7 سنين، الوالد ديالي غادي يهاجر لاوروبا على اساس انه الوضعية ديالنا تحسن. لما مشى غادي يبقى لمدة نتاع عام وغادي يعاود يرجع، غيجيبنا من العروبية وغادي ننتقلوا للمدينة فين غادي نسكنوا. فبا لما رجع اول مرة من اوروبا تبدل بزاف، ما بقاش كيف ما كان، ما بقاش اللحية، ما بقاش الالتزام، حيد دوك الجلالب اللي كان كيلبس ولا يلبس بحال الناس، وحتى من تصرفاته تبدلوا. ففترة على فترة بقى كيمشي وكيجي مع الوقت، كنشوف انا وخوتي بزاف ديال الحوايج كيتبدلوا. بحال مثلا عمرني ما شفت انه با كيكمي، وليت كنشوفو انه كيكمي. واحد الفتره كنعرف بلي انه بغى يتزوج على امي، بغى يزيد مره ثانيه. لما سمعت هذا الخبر شي حاجه ترست فيا وانا كنت صغيره ما عارفاش، حسيت بحيله كنت مامنه وما بقاش هذاك الامان، حسيت بالخوف دخل عليا وشي حاجه تبدلت فيا، لا انا ولا خوتي، ولكن ما عرفتش شنو هي. المهم غادي نبقاو عايشين هكاك، وبطبيعه الحال امي غادي ترفض باش انه يعدد، ولا عندنا صداع يوميا، ما كيدوش شي نهار بلا ما نعيشوش فيه بلا غوات. والبكاء كان يوميا يوميا، كان باكي غوت علينا وكيدير الصراع على قبل هذا الشيء، حتى لواحد النهار غادي توصل به الدرجه انه يضرب امي وهي مريضه. المهم وصل لواحد الدرجه انه ما بقات كتعني لي حتى شي حاجه، كرهها بمره. فامي ما بغاتش تخلي ليه فرصه انه يجيب مره واحده اخرى باش حياتنا ما تبدلش. با كيمشي وكيرجع وحنا غادي نبقاو في داك الصداع سنين، ما هي 4 ما هي 6. هذيك الدار اللي رحلنا فيها في المدينه كانت مظلمه وما فيهاش الضوء، وما كان ساكن حتى شي حد من فوقنا، ولكن كل نهار كنا كنسمعوا الاصوات ديال الصبابط وديال المشي. كل نهار غادي وداك الشيء تيكثر. امي بدات كتشك وكتسول، قالوا ليها بلي انه ديري شويه ديال البخور وديري كسكسو وطلعيه الفوق وهبطي وخليه، زعما اذا كانوا الجن يذوقوا طعامنا وما ياذيوناش. امي فاش غادي تطلق البخور وغادي تمشي تحط هذاك الطعام، البيبان في ديك اللحظه غادي يبقاو كيترضخوا بالجهد، وامي تحلوا دقه وحده، وهنا فين غادي تتاكد امي بلي فعلا راه كاين شي حاجه الفوق. فبما انه با ما كانش معانا، فاش جا غادي تقول ليه امي اشنو كاين، وما تاقش بها، قال لها بلي انه غير انت يا خوافه وراكي كتخربقي. واحد النهار دوك الاصوات كيتزادوا اكثر واكثر، كنسمعوا الحيوانات، الدجاج، صبابط ديال الطالون، داكشي غريب. امي ما قدراش تنعس، دات واحد الوساده وتكات، وحنا كاينين في البيت مجموعين ناعسين. شويه هذاك القنت اللي كانت جالسه فيه امي غادي تنزل عندها واحد المراه اللي توصفات ليها في مرت خوها، قالت ليها هزي عينيك شوفي فيا. قالت لها شوفي راه هو كراجلي وولادي بثلاثه وكان واحد من فوق واحد. قالت ليها نتوما راكم كتصدعونا، علاش فاش كتشط لكم الماكله كترميوها؟ غادي تقول ليها ما تبقاوش ترميوها، غادي نصيفط لك واحد اللفعه تبقاي تعطيها الماكله اللي شاطت. ما تخلعات وبقات كتقفقف، وقالت ليها بلي انا راه ما تنعرف حتى شي حد هنا وما عندي لمن نعطيها. شويه ديك السيده منين هبطت غادي تعاود تطلع، غادي تختفي بمره. امي غادي تعيط على با وتقول ليه شنو واقع وشنو شافت، وجا وهو يقول ليها بلي انه راك انت غير كتوهمي وداكشي كيبان لك غير انت بوحدك وصافي. ماشي بزاف با غادي يشوف شي حاجه اللي من بعد ما قدرش يقول لنا شنو هي، غادي ينوض مع الفجر وغادي يخرج يقلب لنا على الكرة،
مع 9 ديال الصباح نتاع داك النهار قال لينا لقيت لكم واحد الدار يلا نمشيو ننتقلوا. فمن بعد ما رحلنا سولنا على ديك الدار ولقينا بلي انه فعلا راه مسكونه وبلي شي ناس قبل منا كان خرج لهم حولي وسط الدار. المهم رحلنا واخا هكاك بقينا عايشين في واحد السلبيه اللي هي كبيره. اي واحد فينا كيبغي يدير شي حاجه ما كانش كيتوفق فيها، ما كاين غير الفشل، واي حاجه سلبيه كتجيك في البال كانت كدوز علينا. حتى من با غادي يوصل لواحد القمه، الفلوس الطوموبيلات والتجاره، من بعد غادي ينزل بواحد الدرجه خياليه، غادي نبقاو على ديك الحال حتى نتفوق ونشد الباك، واللي غادي نشدو بزز فضل دوك المشاكل والمعاناه والمحيط السام اللي كنت فيه. اما اختي ما قدراتش تشدو حيتاش ما قدراتش انها تركز مع هذاك الصداع والمشاكل اللي كنا عايشين فيها او لا وسط منها، خصوصا وهي انسانه كتميل للسلبيه، يعني داكشي كان كيزيد ويأثر عليها. اما انا بما انني وصلت للباك قلت ضروري نتقاتل وكيف ما كان، حيتاش واحد النهار ما يمكنش نقول الوضعيه ديالي راه ما سمحاتش ليا، حيتاش هذا ماشي عذر، تنقول خاصني نشدو ونخرج به واخا وسط هاد المشاكل، غادي نتقاتل واخا ما عندنا ما نلبسو، والكتوبه ما كناش كنشريوهم كاملين، ربما كانش كيبغي يكسينا ولا يشري لنا الدفاتر، المهم مسكينه اذا شي حد دور معاها فهي فاش كتدبر علينا. المهم بقيت مقاتله مع داك الباك حتى ديته، وبما انني ما قدرتش نمشي لمدينه واحده اخرى نقرا في الجامعه فاضطريت انني ندير غير واحد المهد على قد الحال ديال التكنولوجيا في ديك المدينه، وبديت كنقرا فيه الكونطابيليتي حتى خديت الدبلوم وجيت من الاوائل، علما اننا مازال عايشين وسط هاد المشاكل، الغوات، الضرب، النقاشات، الصراعات، المهم معنى الحياه كان منعدم عندنا في الدار. فشديت هذاك الدبلوم قلت صافي جا الوقت فاش انني نخدم، ضروري انني نهز راسي، كنت نقول الله يجعلني فاش ما خدمت، المهم نهز راسي وكل شيء يكون في الحلال، حيتاش عمرني ما فكرت انني ندير شي حاجه خارجه على الطريق بحجه الوضعيه ديالنا. كلنا حنا الخوت بقينا شادين في دوك المبادئ اللي ربونا عليهم با في الاول، غادي نخرج نقلب وغادي نلقى واحد السيد عنده واحد المحل كبير ديال المواد الغذائيه، وقالوا لي بلي انه تيقلب على شي بنت اللي تعاونو، غادي نمشي لعندو ونسولو واش خصك شي بنت انها تعاونك، حيت هادشي اللي سمعت وباقى عاقله على ديك الشوفه اللي غادي يشوف فيا، غادي يطلع فيا ويهبط بنظره احتقار وقال لي اه تنقلب. قلت ليه انا بغيت نخدم، قال لي صافي غدا اجي. قلت ليه بغيت نسولك شنو هي خدمتي، قال لي غادي تجي تبقاي تستفي ليا السلعه، وقال لي بلي انه غادي يعطيني 700 درهم في الشهر 14000 ريال، قال لي غدا اجي. فعلا غادي نمشي في الوقت باش انه ما يديش عليا واحد الانطباع نتاع التعطال، غادي ندخل وغادي يقول لي بطريقه ديال الاحتقار هزي هذيك الشطابه والجفاف ودوزي على المحل جفيه. بغيت نقول ليه يا قلت لي الباح بلي انني غادي نستف علاش غندير هذا الشيء، وانا نقول ماشي مشكل نجفف. تخيلوا كانت في ما كانت شي حاجه فيها تمره كانت يعطيها ليا، وما كان رضاش قدام الناس، عمرهم شافوني تنخدم بحال هاد الخدمه، حيت حنا كنا ساكنين في واحد المدينه هي صغيره كلشي تعرف كلشي، وفي ديك الخدمه مهما تحاولي انك تخلي صورتك نقيه ضروري كتوسخ، حيت هذاك المحل كانت فيه تماره بزاف والوسخ بزاف. الناس فاش كيجيو كنبان لهم حالتي وما كنتش كنرضى، كنت كنبغي نموت. واحد المره اكثر حاجه محتقره غادي يعطيها ليا ودلني بها لواحد الدرجه ما كتصورش، غادي جبت واحد الثلاجه ديال لاكلاص ومشدها على برا في الشارع لجهه واحده اخرى وبعدها على المحل، وقال ليا دي صابون والماء والشتاء وسري غسليها تما. بقيت كنغسلها وكنبكي، كيدوزوا عليا صحابي والناس اللي كنعرف والعائله كيشوفوني محنيه وكنغسل في ديك الثلاجه، اقسم بالله الا حتى شحال من واحد كان كيتمنى يتزوج بيا منين شافوني في ديك الحاله طيحوا مني وبحال حقروني واستصغروني، وهذا الشيء كان تيبان في عينيهم وكانت كتوصلني حتى الهضره. كنت انا مركزه على شنو تندير، تنقول ماشي مشكل خاصني نخدم خاصني ندير شي حاجه وما بقاش في هذا الشيء باي طريقه، المهم نوصل باش ما كان. هذا مول المحل فاش شافني انني تنخدم مزيان ونيه وما عنديش مع الضحك والتفليه، وانا اصلا نيه ومتقيه الله في اي حاجه كنديرها، شافني جديه وفين ما حطني كيلقاني في الحسابات، كنقابل ليه المحل يعني مطوره وماشي غير ديال تماره. هنا بدات كتعجبو خدمتي، غادي تدوز شهرين وغادي يعيطوا ليا في واحد المعهد واحد اخر باش انني نقدر نقرا فيه حيت جيت من الاوائل. فرحت بزاف وفي نفس الوقت بقى فيا الحال حيتاش المعهد كان بعيد بزاف شي 8 ديال كيلومتر خارج المدينه، وخاص ضروري الترونسبور وانا ما عنديش الامكانيه باش انني نخلص كل نهار 20 درهم، ما يمكنش وما نقدرش عليها. بديت كنفكر كندير خطوه قدام وكنعاود نرجع خطوه للور، في الاخير غادي نقرر وقلتها ليه، قلت ليه راه عيطوا عليا خاصني نكمل قرايتي، هو ما عجبوش الحال حيتاش غادي يخسر وحده دماره بحالي، قال لي انا عجبتني خدمتك
وما عمر دازت عندي شي بنت بحالك، بنت الناس والله يرحم لي ربك، والناس بحالك قلال. وبدا تيشكر فيا وهو يقول لي واش غادي تقري النهار كامل؟ قلت ليه لا غير نص نهار ونرجع للدار. قال لي ايوا صافي قري نص نهار وخدمي نص نهار. تفاجات بهذاك العرض وعجبني الحال بزاف، حيتاش على الاقل غادي نصرف على راسي. بديت نقرا ونخدم، كنخرج مع الوحده كنمشي لذاك الهري مباشره، ما كنمشيش كاع للدار. وكنلقى البنات اللي خدامين عنده في المحل مخليين ليا تماره ديالي ديال الصباح، وما تسرطاتش ليهم انني نقرا ونخدم، وما براسهم تيقولوها ليا بفمهم. فانا ما كانش عندي مشكل، انا باغا غير نقرا ونخدم، واللي تعطات ليا كنت كنديرها. داك السيد هو خوتو مع مشارك معاهم في المحل عندهم واحد المعامله خاصه معايا، تيقولوا ليا انت ختنا والا خاصك اي حاجه قوليها لينا. حتى الصالير ديالي اللي هو 700 درهم ما قسمهاش ليا، خلاها ليا كيف ما هي. المهم بقيت بحال هكاك، وديما كيعطيني الفلوس باش انا نرجع في الطاكسي لدارنا، واذا كانت عندهم شي مناسبه كانت تعيط ليا، كنت مميزه عندهم في المحل. البنات كانوا تيشكوا تيقولوا ليا علاش تيعاملوك معامله بحال هكا، راه كاينه شي حاجه. تنقول لهم راه ما كاين والو، حيت داك السيد قدو قد الضبه، ما يمكنش يظن فيا شي حاجه، وهو انسان كبير وعريض وانا انسانه ضعيفه تكون فيا شي 50 كيلو، ما عندي حتى شي مقومات اللي ممكن انها تجذب شي حد. كنت انسانه عاديه واغلبيه الوقت كنت نلبس الكابيشون ديالي والسروال والسبرديله، ما تنبينش شي حاجه اللي تقدر تجذب النظر. غادي نخدم العام الاول العام الثاني، من بعد غادي نشد الدبلوم ديالي، وهذا السيد ما بغاش يطلقني. واخا كنمشي نجلس شهر شهرين باش نرتاح، كيولي يصيفط لي ويقول لي اجي. ما بقيتش نخدم خدمة ديال تمارة، وليت شاد الحساب ومقابل المحل. واحد النهار غادي نقرر وقلت ما غاديش نبقى نخدم هاد الخدمة ديال تمارة، حيت خاصني خدمة بعقلها وزوينة، غادي نحبس. في ديك الفترة غادي نلقى راسي كندير شي احلام في شكل. مع با ما كانش معنا، كنت ديما هاربة نعس حدا امي، واخا كبيرة كانت في عمري 21 سنة ديما نعس حداها. كنحلم الحنوشة الكلاب العناكب، شي واحد تيجري عليا اولا كنطيح من الفوق، وكنت نشوف شي حوايج في الواقع. واحد المره بقى كنعقل، كنت فايقه وكنشوف واحد الدري زوين كيدور بيا وانا فايقه، تخلعت وبقيت كنكبر الله اكبر الله اكبر حتى بدا كيغبر. من بعد عاوتاني واحد الفتره ما بقيتش قادره انني ندير شي حاجه غير شاد الركنه وكنبكي بحال عقلي مبلوكي، ما كنعرفش شنو كندير، خصوصا من العصر للفوق راسي كيتزير عليا. مي قالت لي واحد النهار تقدر تكون العين، وكانت عندي واحد صاحبتي كنت كنشكي ليها باش كنحس، غادي تقترح عليا انني ندير الرقيه عند واحد السيد ولا واحد الراقي اللي معروف والسمعه ديالو طيبه. فعلا غنمشي انا وياه علما انني ما عارفه والو في الرقيه، من غير انه واحد الشخص تيقرا عليك، ما كنتش نعرف اشنو هي غادي تكون ردة الفعل ديال داك الانسان. فاش مشيت غادي يطلق ليا اوديو ما تاثرتش به، حيتاش مولفه كنسمع القران وما كنتاثرش سلبيا نهائيا. شويه غادي يبدا يقرا ايه السحر، فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما قدرتش نتحكم في راسي، لا شعوريا روحي تجبدت مني وبقات جالسه وكنشوف راسي كيفاش كندير، تنغوت وما قادراش نسمع القران ويديا كيترعدوا. كنت في حاله هستيريا وكنت باقا عاقله على هذاك الراقي كنعطاني واحد صرفيقه، عمرني ما تضربت حتى لهذاك النهار، حيتاش ما قدرتش نتهدن وعيا معايا ويصلها معايا. ديك الضربه غادي نحس بها، من بعد غادي يبقى يهضر مع الجسد ديالي، وكيف قلت لكم انا في واحد الركنه كنشوف راسي، غادي يقول الجسد ديالي واش انت راجل ولا امراه؟ قال لي احنا ثلاثه وزوج بنات وراجل. قال لي وانت راجل اللي كتهضر معايا؟ قال لي قال لي كيفاش دخلتي؟ قال لي بالسحر. قال لي فين هو هذا السحر؟ قال لي راه هي عارفه فين كاين. في ديك اللحظه انا كنشوف بلي ان امي كانت كتشطب الباب، ولقات واحد الحفره لقات فيها ميكا كحله، وهي كتحل فيها غادي تلقى حجره بحال ديال الواد، ومكتوبين فيها الطلاسم ومكبوب عليها واحد الماء خايب. هي ما كانش عندها درايه بهذا الشيء، شدتها ولحتها حاجهكم في الطواليت، وهذا الشيء كله انا كنت كنشوفه. لما فقت غادي نعاود للراقي هذا الشيء، وقال لي اللي خلاك انك تتاذي انكم ما بطلتوش هذا السحر بالماء ديال الرقيه، داك الشيء باش هذاك الخادم ديال السحر باقي في الجسد ديالك. المهم غادي ندير معاه حصص متابعين حتى وليت بخير. غادي نجلس واحد الفتره تنقلب مازال على الخدمه، واخا غير مساعده الطبيب ولا شي حاجه بحال هكا، المهم كنقلب على خدمه. هذاك الراقي اللي دار لي الرقيه دار واحد الاعلان في انترنت، شفته بلي انه خاصه شي مساعده في المركز ديالو، جاتني فكره انني نخدم فيها، وقلت علاش ما نجربش، قلتها لصاحبتي باش تدوي معاه بحكم انه جارها، في الاخير غادي يقبل. هضرنا تفاهمنا، غادي نشد ليه الاستقبال وغادي ندير دوره تكوينيه على الحجامه اللي بقى ندير للعيالات. تمكنت وبقيت انا مكلفه بالعيالات وهو بالرجال، بقيت بحال هكا. شفت العجب في هذاك المركز، شفت ناس تيقرا عليهم القران، كاين اللي تيطير كاين اللي تيهرب كاين اللي تيضرب في راسو كاين اللي كيدابز مع الراقي. اقسم بالله الا واحد المره واحد شرق ليه جلابته، كيجيو ناس
معوجين ليهم للدين ناس اللي تيدويو بلغات واحد اخرين انجليزيه او العبريه. واغرب في هذا الشيء كنت شفت واحد الرجل جاي من العروبيه من جبل، انسان بدوي وحتى اللغه ديال العربيه ما تيعرفش ليها. ملي بدا تيقرا عليه القران بدا كيدوي بالعبريه والانجليزيه بطلاقه. فالرقي ما قدرش يتواصل معاه، تيقول لي واش فاطمه الزهراء كتفهمي شنو تيقول؟ انا كنت عارفه شي مصطلحات ولكن ما كنقدرش نفهم بزاف. عاوتاني غادي نشوف واحد البنت مسكينه زوينه بزاف وكانوا عينيها ما شاء الله رائعين، ولكن ما كتشوفش وكانت كابره في اوروبا وما كتعرفش العربيه وحتى من القران ما كانش كتفهمه. غادي يجي خوها معاها كوسيط، فاش بدا كيقرا عليها القران غادي يرجع ليها البصر وخرجت كتشوف. شفت الناس بزاف اللي تيقولوا للراقي ها السحر فين كاين، وكيمشي معاهم حتى المقبرات والديور مهجورين باش يجبدوا داكشي، وفعلا كانوا كيجبدوه. تخيلوا ما مره ما زوج فاش الراقي تيقرا تيكون في غرفه عازله حتى كيطيح داك السحر من هذاك الشخص على الارض. شفت الناس اللي كترجع الشعر، هل سحرت ليها اختها، هل سحرت ليها عائلتها، اخر خوه، كانوا حالات بزاف ديال المقربين. الاغلبيه اللي كانت كتجي كانت كتضر بسبب الاقارب. وليت كنشوف العجب، واحد النهار غادي نحس براسي بلي انني ماشي مزيان، بحيلة باغي يرجع ليا داكشي القديم. وحاولت انني نتجاوز الامر وما كنتصنتش بزاف لراسي باش ما نعطيش لشي شك اهميه، وتنخلي تفكيري يكون ايجابي باش ما نخليش ديك القوه ديال شي حاجه خايبه تاثر عليا. حيت في ديك الخدمه كنت كنتاثر وما كنعش مزيان، والحالات اللي كنت كندوز في النهار وليت كنعاودهم بالليل حتى تازمت نفسيا. وغير هذا المرضى كانوا كيجيو يسولوني ولا كنبدا تنصحهم، كيبقاو يشكيو عليا ويخويو عليا وانا ما كنتش في الاول واعيه بهذا الشيء. دوك الاشخاص تيخويو وانا كنتاثر كنشرب السلبيات. وليت لي شفتو مريض كنقول السحر ولا العين ولا الجن، هاد الكلمات مرضوني. فوليت ديما الصلاه ديما الورد اليومي ديالي، كنحاول نكون قريبه من الله ونخوي راسي من هاد الشيء. واحد النهار كنت جالسه وغادي يصوني عليا هذاك اللي كنت خدامه عنده في المحل الكبير اللي هو قد الضبه، قال لي الو سلام فلانه لاباس بخير؟ قلت ليه لاباس الحمد لله. قال لي بغيت نقول لك واحد الحاجه. قلت ليه مرحبا، حيت ديما كان كيعاود لي الاسرار ديال الخدمه واسرار ديال ولادو وصافي، غير من حيتاش كان تيثق فيا. قلت ليه قول لي. قال لي بغيت نطلب منك واحد الطلب، وحتى اذا ما عجبكش ما تاثرش العلاقه ديالنا. قلت ليه اه قول. حسيت بلي انه شي حاجه غريبه تما. قال لي افلانه بغيت نتزوج بك. واش عرفتو كيفاش حسيت بديك الثواني فاش قالها لي؟ وهو تيقول لي الو الو واش كتسمعيني؟ وانا مصدومه كيفاش هاد الانسان كان كيشوف فيا وانا قدي قد بنته، علما كنت كنشوفه بحال الاب ديالي وكنحترمه بحال الاب ديالي. ما توقعتوش انه ينوي فيا هاد النيه. تزعزعت ما عرفت ما نقول، خفت وانا نقول ليه صافي صافي من بعد غادي نجاوبك وانا نقطع. وبقى مصدعني في الواتساب وكيقول لي ما جاوبتينيش، قولي لي شنو كاينه فاطمه الزهراء، نشري لك طوموبيل، نشري لك الدار، ندير لك اللي بغيتي، نصيفط لك روشارج، غير قولي لي. انا تنقول مع راسي ما يمكنش نتزوج براجل قد الضبه باش نطمع ليه فلوسه، واخا يجرني بمال الدنيا ما غاديش نقدر نتجر. عييت من دوك الرسائل ديالو وسجلت ليه اوديو وقلت ليه على ديك الهضره اللي قلتي لي، سمح لي ما غاديش نقدر وانا ماشي ديال هذاك الشيء، وسديتو بلوكيتو من ديك الوقت. المهم بقيت خدامه في داك المركز. من ديك الوقيته الفتره ماشي طويله بديت كنحس براسي من بعد العصر ما كنقدرش نفكر، وحتى من عقلي يلا كان تيقدر انه يترجم ديك الصوره اللي كان تيشوفها، اما باش نفكر في شي حاجه واحده اخرى ما كانش ممكن. جلست في الخدمه واحد النهار وتنحس براسي بلي انني بغيت نهرب، ما بقيتش باغي نخدم وكنحس بالقنطه وغير بالبكاء وبالجهد. هادو هما الاعراض اللي بديت كنحس بهم. فواحد الليله كنت ناعسه بديت كنحلم براسي في دار جدي، وانا تنشوف هذا الراجل اللي خدمت في المحل ديالو عطاني واحد الدجاجه، ومباشره كيف غادي نشدها غادي يجي واحد الحنش بواحد السرعه خياليه ويدخل فيا في الجسد ديالي، وديك الدخله اللي غادي يدخل فيا غادي نحس بها. من مورا هذا الحلم بدات الاعراض كتبان عليا، تنكون واقفه حتى كنطيح وحالتي غادي وكتسوء. واحد النهار تزاد عليا الحال في ديك الخدمه وحسيت براسي بغيت نهرب، غادي نمشي نقولها لذاك الراقي اللي كان انسان الله يعمرها دار وظريف، واخا كاينه سمعه خايبه للرقات ولكن هذاك الشخص ما شفت منه غير الخير والادب. خدمت معاه 3 سنين و 3 شهور، اقسم بالله اذا عمره ما شاف شي شوفه ما هياش لا فيا ولا في شي وحده. كان انسان عملي، قال لي اجي، وداني واحد الغرفه اللي هي مفتوحه ديال الحجامه حيتاش ما يقدرش يديني لديك اللي مسدوده مع ما كانش معانا شي محرم. فبدا كيقرا عليا وانا فوق ديك الباياس بديت كل اللي كانت تهز وكنتحط كنغوت وكنترعد، وانا في داكشي اللي وقع عليا غادي نشوف داك السيد مول المحل كيرش يعجب في البلاصه فين تنخدم وحتى في باب دارنا حيتاش كيعرف دارنا مع كانت فاميلتي عرضاتو لعرس اختي. شويه الراقي بدا كيتكلم مع داكشي اللي فيا،
قال ليه علاش دخل فيها؟ قال لي بالسحر. قال لي شكون اللي داروا ليها؟ وانا بقيت كنطق بالاسم ديال هذاك خاينه. تما عرفت بلي انه فعلا دار شي حاجه. صافي هذاك الراقي بدا تيدير الحصص ديال الرقيه وانا كنعاون راسي، ولكن ما كنتش كنحس بشي تحسن حيتاش داكشي كان قوي مني بزاف. واحد المره صليت ورجعت نعس، وانا كنشوف امي كانت ناعسه حدايا ولابسه بينوار، وانا يلا صليت الفجر حل عينيا وكنت كنتمتم بالاذكار، وانا نشوف امي اللي كنت كنحس بها وناعسه حدايا واقفه اقسم بالله وهزه التليفون وبغات دير معايا السيلفي، وانا نغوت واحد الغوته وطحت على امي وقلت لها شنو شفت. بقيت بحال هكاك وحالتي غير غادي وكتكفس. واحد المره عاوتاني كنت جالسه حدا امي وغادي ندور عندها، وكانت عارفاني بلي انني رافضه نهائيا الزواج من هذاك خاينه. 25 سنه عمرني ما درت شي علاقه ولا دويت مع شي ذكر في شي نطاق من غير الخدمه ولا القرايه. امي عارفاني بلي انني ما قبلاش عليه، ولكن غادي ندور عندها وغادي نقول لها امي بغيت نتزوج بهذاك السيد. قالت لي كيفاش بغيتي تزوجي به وانت ما كتحمليش؟ قلت لها انا بغيته ودابا بغيت نمشي لعندو، ولبست سبريتي وتميت هاربه وكنغوت وتنقول لهم بغيت نتزوج وخليوني نمشي لعندو. خويا غادي يشدني وعرفوا بلي انه ديك الحاله اللي كنت فيها ماشي عاديه، غادي يشدوني ويديوني عند الراقي، وانا غير تنغوت وكنقول بغيت نتزوجو ما بقيتش باغا نخدم وانا بغيت نمشي عندو. كان تيقرا عليا، ولكن واحد الوقت ما كنتش كنحس باللي الرقيه الشرعيه كانت كدير لي شي حاجه. بقيت كنعاني واحد المده طويله حتى لواحد النهار بقوت ما كنت كنشوف بزاف ديال الحوايج في داك المركز، وليت كنطبقهم عليا وكنقول فيا العين فيا الحسد فيا السحر وديما احلام خايبه. واحد النهار قررت وقلت ما يمكنش نبقى هكا. ربي خلق العين والسحر والحسد، ولكن ماشي هاد الثلاثه ديال الحوايج هما سبب المشاكل في الدنيا. قلت ما غاديش نبقى نفكر في هاد الشيء، ولا وقعت ليا شي حاجه غادي نقول ربي اللي بغاها ليا باش انني نتعلم بها. بقيت كنتسلح بالايجابيه الايجابيه وافكار ايجابيه، واللي جات كنقول من عند ربي وفيها درس حتى وليت بخير. انا كنصلي وكنقرا قراني، واللي بغات تجي مرحبا بها، المهم غادي تكون داخله في القدر. والعبره من قصتي اللي شاركت معكم ليلى بحكم انني خدمت في مركز للرقيه وشفت اللي ما كيتشافش هو انه المتابعين الكرام يعرفوا باللي انه اغلبيه الناس اللي كيجيو للمركز اي حاجه وقعت لهم كيقولوا بسبب السحر ولا العين ولا الحسد. بزاف ديال الامور كيربطوها مع هذا الشيء وكينساو القضاء والقدر، وهاد الافكار بحد ذاتها كتعجزهم على الصلاه. كتقول لك انا اصلا في السحر لاش غادي نصلي ما تفوقش. زائد على هذا اذا كان العبد عاصي خصو يقاد اموره مع ربي، راه المعصيه كتكون بعد الخطرات بحال الحجاب بيننا وبين مولانا، فالسلبيه كانت كتزيد تتغرقهم. صحيح تيكون فيهم مس، ما كنكرش هادشي، ولكن السلبيه اللي كيزيدوا يشحنوا بها ريوسهم كانوا تيأزموا الامر عليهم ويصعبوهم عقله الايمان. فعن تجربتي لما جربت انني نتسلح بالايجابيه ونامن بالقضاء والقدر وليت كنحس انني كنتغلب. ربي تيقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. غيرت افكاري وافكار حسن تاع دارنا وبديت كندخل الايجابيه، ولكن بموازات مع الاذكار والصلاه والقران. وما كنتش كنسى الماء ديال الرقيه اللي كنت كنرشو كل مره، وكنت كنسيق بالملحه وكنبخر العود. ايضا بقيت خدامه في المركز حيت كنت محتاجه انني نخدم. فمن بعد غادي نتزوج وربي جاب لي واحد ولد الناس الله يعمرها سلعه، اخلاق وهدوء وطمانينه. خويا من بعد ما كان عاطل ما غادي يمشي للخارج. امي وخويا الصغير كان با دافع ليهم الوراق باش انهم يمشيو عندو للخارج، وفعلا غادي يمشيو. وهذه هي كانت حكايه فاطمه الزهراء. شوفوا هادشي ديال الجين ما كننكروش كاين، ولكن الهدف من هاد القصص ماشي باش انكم تخلعوا، ولكن باش نذكركم باللي انه اذا كنتم مسلحين بربي وبالاذكار اليوميه وقلوبكم عامر بمولانا فحتى حاجه ما غادي تقدر تاذيكم الا باذن من الله تعالى. فما تنسوش انكم تخليوا كلام طيب وتدعوا مع فاطمه الزهراء، لان محتاجه الدعوات ديالكم حيت مره كتزير باش تفرح وتجددوا لها حتى الطاقه. نتلاقاو في حلقه مقبله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.